فاروق عم بحكي انا وياك ولو مفيش رواجان الله يرضى عليك. انا مخي كده ده مين سمح لك ان انت تجيبني عشان هالشخص ده؟ هو رد علي. هو طبعا وانا مالي بيه، هو انا جاي لك انت. اخي اهلا وسهلا فيك، اتفضل اقعد استريح شويه. برضه اقول له اهلا وسهلا؟ مش هينفع الله يرضى عليك، ده انت تعرف ايه اللي بينه وبينه يا سيدي. انا بعرف يا ابو الحيم، انا بعرف. اقعد شويه بدي احكي انا وياك. الله يرضى عليك، قلت لك ده موت لي خمسه، سمعني. هو شخصيا هو غيره من اهله، وهو واحد فيهم. بس هو بايده تاني؟ لا هو بايده ان شاء الله. هو فين موجود، هنا ولا فين؟ لا هو اسمعني بس. الله يرضى عليك، بدي اسال سؤال. تفضل. هل في مجال نحل هذا المشكله؟ لا ملهاش حل ابدا. لا طيب بتكون ضلوا بقصه التقر دي ملهاش حل عندي غير الدم.